محافظو صلاح الدين والنائب الدراجي يتفقان على توحيد الجهود والمضي بمشروع الإعمار والإصلاح، والمحافظ يوجه لشمول عدد من الأسر بالسكن ضمن الدور واطئة الكلفة. المواطنون يشكون استمرار أزمة البنزين والنفط الأبيض في صلاح الدين، ويطالبون الوزارة توضيحات عن كميات الحصص لمنع التبريرات. اتفاق سني وشيعي على التعجيل بتوافق البيت الكردي على مرشح قوي لرئاسة الجمهورية لمنع الانسداد السياسي من تهديد الاستقرار. والصحة العراقية تسجل زيادة في إصابات كورونا وتراجعا بتلقي اللقاح، والعراقيون يحتفلون بعيد الحب بعيدا عن متلازمة الأزمات.